نقطة ومن أول السطر. المرحلة الثالثة اللي هو من عمر 4 لـ5، الاحتياج بيكون للمبادرة في مقابل الشعور بالذنب. يعني تخيل ان الشعور بالذنب اوقات كتير بيبقى نشأته اتزرعت في الانسان في سن 4 و5. ونقطة ومن اول السطر. شابة طبيبة ناجحة جدا في عملها ومش قادرة تاخد اصغر قرار في حياتها، يعني ناجحة علميا في التحصيل العلمي ومع ذلك مش عارفة تاخد قرار في حياتها، يعني حاسة ان هي نفسيا ومجتمعيا مش ناجحة. ايه السبب يا دكتورة؟ كتبت وقالت انها في طفولتها حاولت تقلد والدتها في اعداد كعكة صغيرة في المطبخ، فكانت النتيجة ان مامتها حبستها في المطبخ وقالت لها مش هتخرجي منه غير لما تاكلي الكعكة دي اللي طبعا بوظتها كعقاب ليها. وبالفعل الطبيبة دي كانت مطيعة جدا لأمها، انها ما خرجتش فعلا ومش ما عملتش كعكة تاني، لا دي ما اخدتش من ساعتها قرار في حياتها رغم نجاحها وتفوقها الدراسي. لكن النجاح والتفوق الدراسي مش مقياس على ان الانسان نفسيا مستقر، ممكن يكون الموضوع مجرد تحصيل درجات في حين اكون على المستوى النفسي والاجتماعي متدمر. فبتقول الطبيبة دي ان الموضوع ده اتحفر في وجدانها وبقت خايفة انها تخطئ، لان الطفل في عامه 4 والـ5 بيتميز بانه بيقدر يبدأ يتمكن انه يسيطر على جسمه ويوجهه، يركب عجلة، يتعلم سواقة العجل، يقطع حاجات الصلصال كده الالعاب بتاعت الاطفال، يبادر في نشاطات حركية ولغوية ويحكي قصص ويختلق قصص خيالية. مش بيكذب، لا هو خياله واسع ولسه مش بيميز بين الحقيقة والخيال، فلما يحكي لك قصة خيالية ما تقولوش يا كذاب، لا ممكن يحكي لك قصة ان هو يونان ودخلت جوه الحوت والحوت بلعني، اوعى تقطمه وتقول له يا بكاش، لا اسمعه. الطفل في المرحلة دي بتبدأ صورته الذاتية عن نفسه تتكون، ويبدأ شعوره بالمبادرة ان هو اللي يبادر يتعلم مثلا العطاء في السن ده. لو بقى حضرتك جيت هدمته وما شجعتهوش ولومته على نشاطاته اللي سيادتك بتوصفها بالغباء او بالشقاوة، او لو بنت بالرغي الكتير، كفاية رغي يا بنت، يتولد جوه الطفل شعور بالذنب بدل ما كان يتولد جواه المبادرة. يخش على المرحلة اللي بعدها اللي هي المرحلة الرابعة من سن 6 لـ11. من 6 لـ11 غالبا بقى، مش غالبا ده هو فعلا، بتنزل بقى للمدرسة، فبيبقى احتياجك بتاع المرحلة دي اللي هو الدأب والإنتاج، وقصاده إيه الأزمة لو حصلت؟ الشعور بالنقص. الشعور بالنقص يصيب الطفل في سن 6 لـ11، لأن دي مرحلة النمو الاجتماعي، بتنزل للمدرسة وزي ما عارفين السؤال التقليدي اللي كان يتسأل كل واحد يقول اسمه وعنوانه وباباه ومامته شغالين ايه، وغالبا جيلنا كان بيعرف المغزى من ورا السؤال ده، باباك شغال ايه ومامتك شغالة ايه وعنوانك فين، لان بتكون متقسمة المنطقة في ذهن اللي بيسأل السؤال كمقياس او معيار او ترمومتر للدخل بتاعك. وللأسف دي كبرت في جيل من الاجيال وتطرقت للأسف جوه بعض الكنائس كمان، بيقول لك انا كنيسة كذا، مش انتماء للقديس او للعذراء او لماري جرجس او لابوسفين او لابائها، اوقات للأسف بيبقى انتماء طبقي طبقي، يقول لك انا من كنيسة كذا من ولاية كذا. ده بيعبر عن انعكاس لشعور بالنقص وبالدونية اتولد في الطفولة، تخيلوا.
في السن، نرجع للمرحلة دي، في السن ده بيكون الطفل حساس جدا تجاه الحديث عنه أمام الآخرين، حساس جدا، بيكون الآخرين مرايته عن نفسه، وكلام الميس والأستاذ عنه في الفصل أو في الكلاس وكلام والديه عنه قدام زمايله بيكون هو اللي بعد كده كلامه عن نفسه جوه نفسه عن نفسه. عشان كده أكبر خطر وأكبر خطأ يقع فيه الوالدين إن هم يقارنوا بين طفلهم وبين حد تاني. في المرحلة دي اللي هي من 6 ل 11 بيتكون الضمير والجانب الأخلاقي للإنسان اللي بيتحرك العمر كله معاه. تخيلوا مرحلة خطيرة جدا من 6 ل 11. أحد الشباب بيشكو بيقول مامتي كانت بتعنفني بشدة وبتضربني بقسوة وأنا صغير، والآن رغم تخرجي، تخرجت خدت شهادة وعملي جيد وشغال وبقبض، لكن في أعماقي حاسس بالفشل، في أعماقي حاسس أني أقل من غيري. مش اتضاع ولا إنكار ذات، لا، شعور بالدونية، مكسور محصور. طب هل ملوش علاج؟ لا، له علاج مع ربنا، كل حاجة ليها علاج مع ربنا. ربنا يقدر يشتغل بضعفك وبيأسك وبصغر نفسك وبإحباطك ويستخدمك في انك تحس بغيرك. بس طبعا المطلوب انك تقعد مع نفسك وتكون صريح مع نفسك وتقعد مع مشير ومع اب اعتراف وتعترف بضعفك قصاد ربنا. ونقطة ومن اول السطر